أحمل بين يدي كتاب أدبي يجمع ما بين توثيق بعض المراحل التاريخية والاجتماعية وما بين القصائد الشعرية. اللطيف في هذا الكتاب أنه صدر من إنسان عرفناه كأستاذ وأكاديمي في السياسة، ودرسنا على يديه الفقه السياسي والأزمة الدستورية في الإسلام، لكنه ما بين ضروب الحروب والسياسة فاض بشعر لنا وأخرج جراح الروح. إذن أهلا بكم في هذا اللقاء الثري مع الدكتور محمد مختار الشنقيطي، ذي الأصول الموريتانية بالمناسبة، وهو أستاذ الأخلاقيات السياسية وتاريخ الأديان. إذن لابد أن نرحب بالدكتور محمد مختار الشنقيطي. أهلا وسهلا بك بداية. أستاذ مرحبا. أهلا وسهلا. يعني أخبرنا دكتور بداية، بالنسبة لحضرتك ماذا فعل الشعر؟ أو ماذا فعل بك الشعر؟ هذا سؤال صعب. الشعر بالنسبة لي هو دفقات من الوجدان، هو ليس منهجا علميا تجريبيا، نعم، ولا صنعة منطقية بمقدمات ونتائج، وإنما هو دفقات من الوجدان عفوية لا تخضع لقوانين العرض والطلب، نعم. ولذلك ربما يكون الشعر هو الذي يكتب الشاعر أكثر من أن يكون الشاعر هو الذي يكتب الشعر. جميل. طيب دكتور، يعني بالمناسبة حقيقة قبل أن ندخل في مجال تجربتك الشخصية لابد أن نقف عند علاقة أهل موريتانيا بالشعر تحديدا. يعني أنا أسمع كثير من التفاسير من شعراء وأهل اللغة حول هذا الموضوع، لكن حضرتك أستاذ في السياسة، والسياسة تستند على علوم اجتماع، وبالتالي لابد أن تعطينا بعدا مختلفا لتحليل هذه المسألة. حقيقة الثقافة الموريتانية، أو على الأصح الثقافة الشنقيطية القديمة، لأن هذا هو الاسم التاريخي، نعم، في موريتانيا، هي ثقافة بطبيعتها أدبية. هذه الثقافة الأدبية تطغى على كل المزاج الموريتاني أو الشنقيطي بشكل عام. جميل. فقد اعتاد الناس في بلادنا على الولع بالشعر وحفظ الشعر وبناء الرصيد اللغوي منذ عصر مبكر في عمر الناس، فيحفظون الشباب ديوان المتنبي، ديوان غيلان، ديوان أشعار الشعراء الستة الجاهليين، مقامات الحريري مثلا بالنسبة لحالتي أنا. وهذه التقاليد متراكمة، تقاليد ثقافية متراكمة، حتى أصبح الطابع الأدبي هو الغالب. وعرفت موريتانيا باسم بلد المليون شاعر، صحيح، قبل أن يصل عدد سكاني للمليون أصلا. هذا من الطرائف. نعم، وأنا حكيت في مذكراتي، يعني يوميات مع الشعر الموجودة مع الديوان، نعم، قصتي مع الدكتور عبد العزيز المقالح، نعم، رئيس جامعة صنعاء الذي زرته مرة في انضمام موريتانيا. يعني نعم، أخبرني أنه زار موريتانيا ليقيم هل موريتانيا هل هم شعب عربي يستحق الانضمام لجامعة الدول العربية إلى آخره. ثم دهش حينما رأى ولع الناس بالشعر والأدب وحفظهم له، فكتب إلى الأمين العام للجامعة العربية: إذا كان يوجد عرب على وجه الأرض اليوم فهم هؤلاء القوم. جميل جميل. نعم. فعلا هذه القصة يعني وقفت عندها حقيقة في الكتاب. طيب دعنا نبدأ الآن مع بداية علاقتك مع الشعر، خصوصا فيما يتعلق بأثر والدك في ذلك، وحضرتك ذكرت يعني بعض اللمحات حول هذا، نعم، الموضوع في الكتاب. والدي رحمة الله عليه كانت تاجرا، لكنه ابن البيئة، نعم، الشنقيطية الأدبية، كان يحفظ عددا وافرا من القصائد، كان مولعا بالشعر، كان في مكتبته الشخصية عدد من أمهات الأدب العربي، نعم. فتعلمت منه منذ الصغر محبة الشعر والأدب، وله أفضال علي كثيرة في هذا الباب، منها أنه حفظني مقامات الحريري أو جلها، نعم، وأنا صغير جدا، وكنا نتدارسها معا، وكنا نجلس جلسات عائلية جميلة في الشعر والإعراب مع إخوتي وأخواتي. فهذا جزء من البيئة، وليست خاصة بنا، جزء من بيئة عامة حقيقة، نعم، في البلاد. جميل. وحضرتك يعني ذكرت حقيقة لمحات مهمة، لا نريد يعني أن نحرق جميع الأفكار الموجودة في الكتاب يعني حتى يطلع عليها المشاهدون، لكن لابد أن نقف عند موضوع مقامات الحريري، وحبذا لو تخبر المشاهدين عن أهمية هذه المقامات، خصوصا أنه حضرتك بعد دراستك في الولايات المتحدة وتعمقك أكثر في الدراسات السياسية اكتشفت مدى أهمية هذه المقامات على البعد التاريخي والجغرافي، فحدثنا أكثر عنها. نعم صحيح. مقامات الحريري هي 50 نصا، أشبه ما تكون بالقصص الخيالية،
المسجوعة، والذي كتبها هو أبو علي الحريري من عمالقة الأدب في العراق في القرن السادس نعم الهجري. وأنا درستها كنص أدبي حقيقة لبناء الرصيد اللغوي، هذا الذي هذا في أراد الوالد البداية. أصلا في البداية، لكني لم أكن أفهم دلالاتها التاريخية والحضارية إلا بعد كبر. فحينما بدأت أدرس طبعا تاريخ الأديان، خصوصا تاريخ الحروب الصليبية بجامعة تكساس، بدأت أدرك دلالات بعض النصوص في المقامات. الحريري كان معاصرا للحروب الصليبية، وكان يشير دائما إلى الروها التي هي الآن مدينة أورفا في تركيا، وفيها أسس الصليبيون أولى إماراتهم الأربع، ويشير كثيرا إلى ساروج، يعني بطل المقامات أبو زيد الساروجي من ساروج، هي أيضا من البلدات التي احتلها الصليبيون في الحملة الصليبية الأولى. وكثيرا ما اشتكى وتوجع أبو زيد من هجره لبلدته الوادعة الجميلة ساروج. ساروج داري، ولكن كيف السبيل إليها وقد أناخ الأعادي بها وأخنوا عليها، فوالتي جئت أبغي حط الذنوب لديها، ما راق طرفي ربع مذ غبت عن طرفيها. في كثير من التوجع والشوق إلى ساروج. أنا كنت أنظر إلى الأمر على أنه مجرد صنعة خيالية، لكن حينما درست تاريخ الحروب الصليبية بدأت أدرك العلاقة بين نص الحريري المعاصر لهذه الأحداث وبين تلك الأحداث. فهي حقيقة أدركت أن مقامات الحريري ليست مجرد نص أدبي خيالي، بل هي وثيقة تاريخية وحضارية عميقة جدا ومشحونة بالدلالات. جميل. طيب أيضا فيما يخص تجربتك الشعرية الخاصة دكتور، حضرتك ذكرت في الكتاب لديك عدة أنواع من الشعر، منها ما كتبته بشكل مباشر على مدار يوم أو يومين، منها ما كتب على مراحل وبينها فجوات زمنية حقيقة، ومنها ما كتبت في البيت الأول أو البيت الأخير قبل الأبيات الأولى في القصيدة. يعني حبذا لو نقرأ أو تخبرنا عن يعني هذه التقسيمة. هي في هذا الديوان الصغير يعني جراح الروح، حقيقة هي نصوص قليلة وقصيرة ولكنها مكتوبة على مدى أكثر من 30 عاما. في كيمياء صناعة الشعر هنالك، كما بدأت في حديث يومياتي أو أيامي مع الشعر بكلمة للجاحظ، أن الشعراء صنفان، صنف يغرف من بحر وصنف ينحت من صخر. فأنا يعني ربما أنتمي بشكل في تجوز للصنف الثاني، لأني أكتب القليل جدا من الشعر. وليست هذه هي المشكلة، المشكلة أني أحيانا أكتب أبيات قليلة على مدى سنوات، يعني قد تمتد سنوات. وأشرت إلى نماذج منها، ومنها قصيدة اسطنبول التي كتبت بيتا واحدا منها 2010، وبقيتها بعد السنوات. قصيدة الشهيد كتبته بيتها الأخير أولا في رحلة إلى سانتا كلارا كاليفورنيا، وأكملتها بعد سنين. وهكذا. وبعض القصائد تكتب في دقائق، هذا نوع من الكيمياء، لأن حقيقة أنا لا أرغم نفسي على كتابة الشعر ولا أعد نفسي من الشعراء. طبعا كل ما ألتقي بشخص موريتاني يقول أنا لا أعد نفسي من الشعراء. فإذا جاء الشعر عفو الخاطر كتبته، وإذا لم يأتي لا أستجديه ولا أستعطفه. طيب بما أنه حضرتك ذكرت قصيدتي الشهيد وإسطنبول، إذا أردت أن تقرأ منهما، تقرأ من الكتاب، تفضل دكتور. الله يبارك فيك. إذا أردت أن تقرأ من الكتاب. قصيدة الشهيد حقيقة أنا كنت في زيارة لسانتا كلارا، وكنت أقرأ كتاب أبي الحسن الندوي عن محمد إقبال، كتاب غلوري أوف إقبال باللغة الإنجليزية، فوجدت تعبيرا جميلا له معناه إن المؤمن لا يملك ثمنه إلا مولاه، أن العالم كله لا يملك ثمنه. فقلت هذا المعنى لا يصدق إلا على الشهيد حقيقة. فصغت المعنى في بيت: لا يملك الناس في أمثاله ثمنا، لكن رب البرايا يملك الثمن. وبقي البيت عندي لسنوات، ثم وجدته فيما بعد في قصاصة ورق صغيرة فأكملت القصيدة: يا إنه إن أنت الأيتام من حزن، فهمه أن يداري عنهم الحزن، ويستعير عيون الثاكلات، فإن بكت جرى الدمع من أجفانه سخنا، يطارد الموت بحثا في مظنته، يغشى موارده إن أدبر الجبن، يجود بالنفس إن ضن الجواد وإن
خارت عزائم أهل العزم قال أنا، يسترخص الروح في ذات الإله وفي ذات الإله يعاف الأهل والوطن، موله بلحاظ الحور مفتتن، ولا تراه بغير الحور مفتتنا. باع النفيس وباع النفس محتسبا، لروحه في سبيل الله ممتهنا. لا يملك الناس في أمثاله ثمنا، لكن رب البرايا يملك الثمن. وهذا هو البيت الذي استعرت من إقبال يعني، أو ترجمته عن الإنجليزية، وهو خلاصة الحديث حقيقة. نعم. عن الشهيد أيضا. نعم. نسمع لقصيدة اسطنبول ولها قصة يعني. أيوة، قصيدة اسطنبول طبعا أنا أحب المدن الإسلامية العتيقة. نعم. بشكل عام، ولذلك تولهت بصنعاء واسطنبول ودمشق. نعم. ومراكش، المدن الإسلامية القديمة عموما. أحببتها فلما زرت اسطنبول لأول مرة عام 2010، أيضا سحرت بعبق التاريخ، تركيبها بين العبق التاريخي العميق مع جمال الطبيعة. مع طبعا وخصوصا سحرتني المساجد العجيبة والجميلة من العهد العثماني في اسطنبول، فتأثرا بمشهد هذه المساجد العظيمة كتبت بيتا كان نواة لقصيدة اسطنبول، وهو حول قباب المساجد. فقلت: والقباب التي كهالات بدر سابحات على أديم الليالي. والبيت انتهى بأن يكون البيت الخامس من القصيدة بعد أن رجعت إليها بعد سنوات. نعم. وفيها: أنت أرض الجمال أرض الرجال، حدثيني عن العهود الخوالي، حدثيني فالليل طال وغشى بدياجيره جبين الهلال، حدثيني فالقلب يرقص شوقا لأقاصيصك اللذاذ الطوال، عبق المجد في ترابك عطر عن يمين نثرته وشمال، والقباب التي كهالات بدر سابحات على أديم الليالي، والمنارات صادحات بلحن قدسي مضمخ بالجلال، فتداوي الجراح في كل روح وتقل الأرواح نحو الأعالي، وكأني بالفاتح الشهم نادى في حشود الآساد والأشبال، حمل الوعد في يديه وفي جنبيه نفس تواقة للمعالي، فلنعم الأمير ذاك ونعم الجيش جيش يقوده للنزال. طبعا البيت الأخير إشارة إلى الحديث النبوي: نعم، لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. جميل دكتور. أيضا يعني عودة للحديث حول يعني تجربتك الثرية على مستوى الأدب، ذكرت في الكتاب نقاط مهمة جدا وهي أثر الأدب الروسي في حياتك وتجربتك الثقافية، وحضرتك نعم. قادم من موريتانيا، من بيئة محافظة، حضرتك حفظت القرآن الكريم وبيئة محافظة بطبيعة الحال. هنا قد يجد البعض نوع من التناقض، أو ربما يتساءل هل يمكن أن يؤثر الأدب الروسي على يعني رصيدك من التعلم الديني وما إلى ذلك؟ أخبرنا حول التوازن ما بين الأمرين. حقيقة هذا هو ليس تناقضا بقدر ما هو تركيب. فأنا ثقافتي ثقافة مركبة. نعم. وأؤمن بأنه تعدد الثقافة مفيد. حقيقة أنا أؤمن بنظرية كلود ليف ستراوس التي يقول فيها أن الإبداع لا يكون إلا على الحدود بين الثقافات. جميل. فكلما تلاقى الثقافات كان ذلك صحيح. أفضل. صحيح أني بدأت حياتي بحفظ القرآن الكريم ومقامات الحريري، أمهات الأدب العربي القديم، لكن حينما انضممت إلى الجامعة لدراسة اللغات والترجمة ومنها اللغة الروسية، ولعت وتولهت بالأدب الروسي. نعم. وانكببت على قراءته، ترجماته العربية والفرنسية. طبعا لم أصل لمستوى في اللغة الروسية اسمحوا لي بقراءته. نعم. باللغة الروسية بشكل مباشر. فكانت هذه حقيقة نافذة جميلة على الأدب. الأدب الروسي ما قبل الشيوعية أنا أعتبره من أرقى الأدب العالمية. ولذلك تقريبا قرأت، ممكن أن أقول قسما عظيما على الأقل، من الأدب الكلاسيكي الروسي، من بوشكين أبو الأدب الروسي إلى
تولستوي، دوستويفسكي، إيفان بونين، إيفان تورجينيف، تشخوف، بعضهم قرأت أعماله الكاملة مثلا مثل تشخوف، إلى بدايات القرن العشرين، الحرب العالمية الأولى، حتى الحرب العالمية الثانية، كونستانتين سيمانوف غيره. الأدب الروسي أدب جميل وفيه نفس مشرقي. نعم، إلى حد صحيح. كبير، فهو كما قال المترجم العظيم عبد الله حب، المترجم العراقي الذي ترجم قصص الدروب الضليلة لإيفان بونين، قال إن الأدب الروسي فيه نفس مشرقي فهو أقرب إلى روحنا من الآداب الغربية. نعم، ولعله كان صادقا في ذلك. فأنا حقيقة سبحان الله لم أنجذب إلى الأدب الفرنسي رغم أني تعلمت الفرنسية صغيرا. لم أنجذب إلى الأدب الأمريكي رغم مقامي عشر سنين ودراستي في أمريكا، لكن ظل الأدب الروسي بعد الأدب العربي هو أهم مؤثر. هو المؤثر. نعم. كنتاج مثلا على صعيد شعرك، كيف وجدت تأثير الأدب الروسي أو هذه التركيبة لنقل بين تعلمك التراث العربي وأيضا جمعه مع تراث من بلاد أخرى وحضارات أخرى؟ أعتقد أن الأدب الروسي إضافة إلى أدب الشعراء الشاميين الرومانسيين المعاصرين. نعم. هذان الرافدان كان لهما دور مهم في ترطيب حاستي الأدبية، لأنه بدأت حاسة أدبية بدوية مخشوشنة. نعم. أكتب الشعر على طريقة الأقدمين، الوقوف على الأطلال والبكاء على الديار وما إلى ذلك. لكن بعد أن قرأت طبعا وحفظت لإلياء أبو ماضي، ميخائيل نعيمة، لبالقاسم الشابي شاعر التونسي اللي حفظت ديوانه كله تقريبا، إبراهيم ناجي الشاعر المصري، مع الأدباء الروس اللي أنا ذكرتهم. نعم. كان لهؤلاء الفضل في نقل حاسة الأدبية من تلك الحاسة البدوية الخشنة إلى حاسة نعم أعتبر أنها، ابن خلدون يقول الانتقال من خشونة البداوة إلى رقة الحضارة. جميل. ربما يكون هذا صحيحا بالنسبة للشعري أيضا. فالشعري الأول في البدايات كان بدويا خشنا، ولذلك لم أضمنه الديوان لأنه لم يعجبني. بعد ذلك بدأ يترطب ويرق شيئا فشيئا بفضل هذه الروافد. لكن هل من الممكن أن نستمع لبعض من الشعر البدوي الذي تسميه شعرا بدويا خشنا حتى لو لم هذا لم أضمنه؟ نعم. في المجموعة الشعرية ذكرت فقط نموذجا، بداية قصيدة لي وهي رجزية، قصيدة. نعم. نسيب رجزية عن القرية التي ولدت ونشأت فيها اسمها الجريف، يعني جريف تصير جرف لأنه بين الجبال يعني. نعم. حي منازل الجريف وانزلي به فنعم أهل ذاك المنزل، وبالهضيبات الثلاث الصفر قف، ولصب الجند أو ومشعب الجند وقلب الجمل. أعدد فيه أماكن جميل هكذا على طريقة الشعراء الأقدمين. جميل. لكن هذه اعتبرتها مرحلة متجاوزة في حياتي الأدبية. نعم. ولذلك ضمنت هنا القصائد التي أرى أن لها الحد الأدنى من القيمة الشعرية. والديوان بالمناسبة هو حقيقة الكتيب ليس ديوانا فقط، ثلثه قصائد شعرية وثلثاه مذكرات أدبية سميتها أيامي مع الشعر. وأنا لأني أحب المذكرات يجذبني جانب المذكرات من الكتيب أكثر من جانب الأشعار. وحقيقة هي ثرية، يعني هنالك بعض المعلومات التي وقفت عندها تعتبر مفاتيح لمن يحب أن يبحث بشكل أكبر، يعني حتى لو كان هذا الكتاب قصير. لكن أيضا في تصنيفاتك للقصائد الموجودة في هذا الديوان هنالك بعض القصائد صنفتها ضمن القصائد الثورية. قبل أن نستمع لقصيدة ثورية من حضرتك، فعليا حضرتك سياسي دكتور، يعني هل يستوي أن يكون الإنسان سياسيا وثوريا في ذات الوقت؟ يعني حدثنا عن هذا المزيج، أم أنك استطعت الفصل ما بين الأمرين؟ والله من الصعب أن يكون الإنسان سياسيا وأن يمارس صنعة الشعر. نعم. لكن ربما يكون فعلا يحاول أن يفصل بين هذين القطاعين في نفسه أو في دماغه كما تفضلت في المقدمة. نعم، أنا الديوان قسمته إلى ثلاثة أقسام. هو هي حقيقة نصوص قصيرة قليلة، ممكن حوالي 25 نصاً. قسم سميتها القصائد الحجازية السينائية، وهذه فيها نوع من النزوع الروحي. نعم. وهو تأثر بمحمد إقبال مثلاً وبمحمد عاكف أرسوي شاعر تركي، وكلاهما لقب شاعر الإسلام حقيقة، وأنا تأثرت بهما تأثراً عميقاً، خصوصاً بإقبال الذي حفظت الكثير من شعره. وبعضها سميتها القصائد الغزلية الوجدانية أو الغزلية الغرامية، وبعضها قصائد سياسية ثورية، وبعضها قصائد عن بلدان مثلا اسطنبول، صنعاء، سراييفو.
إلى آخره، فهو يصنف إلى هذه الأصناف تقريبا. نعم. حسب الموضوعات. لكن نستمع لقصيدة ثورية. أيوة. إذن أنتم تريدون الثورة. نعم. من القصائد الثورية قصيدة الدموع الندى. هو الفجر يمزج بين السطور دموع الندى وابتسام الزهور، فلا تبتئس إن ألمت بنا خطوب تذيب قلوب الصخور، تداعت علينا فلول الدجى وظنت من الجهل ألا النحور، بلى إن موكب أشواقنا لآت بكل المنى والسرور، سندفن آلامنا في الحشا ونكتم آهاتنا في الصدور، ونعبر للنور ملء الخطى ونبذل أرواحنا في العبور، ففي السفح من أحد مضجع يشع على كل قلب جسور، فيشحن باللحن أرواحنا لتشدو باللحن خضر الطيور، وريح صبا نجدنا لم تزل تضمخ أرواحنا بالعطور، فتزرع تحت الضلوع جوا ونيران شوق تكاد تفور، سنرجع للدار مهما تكن صروف الليالي وكر الدهور. جميل. سنمسح بالكف دمع الندى ونغمر أزهارنا بالحبور. طبعا ذكرت في المقدمة قصة. نعم. طريفة حول العبور. حول العبور بالضبط، مع صديقي الطبيب الأديب اليمني الأمريكي. نعم. دكتور زهير شهاب، حينما قرأت البيتين هذين الموجودان هنا على. نعم. الموجودين على الغلاف الخلفي، سندفن آلامنا في الحشا ونكتم آهاتنا في الصدور، ونعبر للنور ملء الخطى ونبذل أرواحنا في العبور. فقال لي هل تقصد حرب رمضان 73؟ قلت والله سبحان الله ما خطرت على بالي أبدا وأنا أكتب النص. نعم. لكن فعلا أن الشعر يأتي من اللاوعي والوجدان. نعم. دون التفكير. لكن دكتور هنا سؤالي الأخير، يعني حضرتك ما شاء الله تطورت بشكل كبير على صعيد الفكر والمعارف، هل يوجد من قصائد أدبية صوت فيها بعض من المعارف السياسية، أم أنه الفصل كان كامل وجعلت الأدب يعني في سياق الشعور يخرج فقط لا غير؟ هو الأدب لكي يكون أدبا لابد أن يكون شعورا في النهاية. الشعر هو التعبير عن تجربة شعورية. نعم. لابد أن يكون تجربة شعورية. نعم. ولا بد أن تكون اللغة لغة إيحاء وإيماء وليست لغة مباشرة. ولذلك قيل لغة الشعر لا تصلح لدار القضاء. لغة الشعر غير لغة القانون. صحيح. فحتى نعم الديوان فيه سياسة فعلا، لكنه سياسة بلغة الإيحاء والإيماء. مثلا توجد قصائد قدسية مثلا على القدس، هي قصائد سياسية، قصائد تتعلق قصيد الشهيد، قصائد تتعلق بالثورة على الظلم إلى آخره، هذه كلها تعتبر قصائد سياسية. مثلا. نعم. قصيدة أشواق قدسية، القدس يا أنشودة المساء وسلم السماء، قلوبنا تهيم في الظلماء تطلب رشف ماء، وبيتنا مهجور والمسجد المعمور بالضياء يلفه الديجور، وفي ظلال القبة الخضراء تنبجس المياه تعشوشب الصخور، يا قدس ملآة أنت بالرحيل أحمل في لفائف الطلوع أشلاء قلب خافق الأشلاء يفيض بالدماء، أذوب في جداول الدموع فلترحمي بكائي، يا قدس بعد هجرنا الطويل هل نلتقي في غابة الزيتون في دربها الظليل، ونستقي من حبنا القديم كؤوس سلسبيل، يا قدس قد طال بيننا الفراق وامتدت، يا قدس طال بيننا الفراق وامتدت الآفاق واشتدت الأشواق، فهل إلى لقياك من سبيل. فهي سياسة لكنها بلغة اللقاء والشوق والأمل، لأنه هذه هي طبيعة الشعر، إما أن يكون تجربة شعورية أو لا يكون. نعم، حقيقة كتاب ثري ولقاء ثري. شكرا جزيلا للدكتور محمد مختار الشنقيطي أستاذ الأخلاقيات السياسية ومقارنة الأديان وأيضا الشاعر والأديب، شكرا جزيلا على هذا الإثراء. شكرا لكم.